تعالوا بقى نروح نتعرف على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه وفروعه المختلفه من خلال زميلتنا العزيزه ساره حامد. ساره موجوده ومنوره الدنيا في طبعا اهلي الجزيره وهتعرفنا اخر الاخبار والمستجدات. صباح الفل عليك يا ساره، اتفضلي. هتعرفنا خلال يومين تقريبا. الصوت مش واصل غالبا لسالة فهي مش سامعانا. سالة سامعانا؟ صباح الفل، سامعانا كويس؟ هو في ديلي 3 دقايق. يبقى لا انا كده سامعاك دلوقتي يا كريم. صباح الفل عليكي واهلا بيكي، وعايزين نعرف منك بقى ايه الاخبار. صباح الخير يا كريم، طبعا برحب بيك في البدايه، واكيد برحب بيك انا هواند وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي طبعا في نهايه الاسبوع، وكالعاده طبعا زي ما متعودين دايما، يعني انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. بس طبعا خليني قبل ما اتكلم في كل الامور المتعلقه بجميع فرق النادي الاهلي الرياضيه ابارك طبعا ليك يا كريم، وابارك ليك يا هواند ولكل يعني جمهور النادي الاهلي بعد فوز فريقنا طبعا الفريق الاول لكره القدم امبارح تحت قياده مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي، وفوزهم طبعا امبارح على نادي امبي ضمن منافسات بطوله الدوري طبعا الممتاز لكره القدم بهدفين مقابل لا شيء طبعا باقدام احمد عبد القادر ومحمد شريف. طبعا ببارك للكل. يمكن خليني اقول لكم طبعا انه يعني مستر مارسيل كولر المدير الفني قرر يمكن بعد المباراه مباشره انه الفريق ما يريحش خالص، يعني بدون راحه الفريق النهارده هيستمر ويواصل تدريباته بشكل طبيعي على ملعب مختار التتش استعدادا للمباراه القادمه ان شاء الله. ويمكن خلاص يعني يعتبر ما فيش وقت، المباراه القادمه هتكون بعد بكره يوم الجمعه مع نادي طلائع الجيش، ويمكن النهارده ان شاء الله الفريق هيتمرن او الاول التجمع هيكون الساعه 5 وتدريب هيكون الساعة 6 على ملعب مختار التتش استعدادا للمباراة اللي هتكون يوم الجمعة إن شاء الله مع نادي طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، واللي هتقام على استاد أو ملعب استاد الكلية الحربية في تمام الساعة 8 مساء. ده بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم. خليني بقى أروح لجميع الألعاب الأخرى، ويمكن زي طبعا ما عارفين يا كريم هواند إنه خلاص بالنسبة لي يعني لعبة كرة اليد ولعبة كرة الطايرة يمكن خلاص السيزون خلص بالنسبة لجميع الألعاب، يعني سيزون أوف بالنسبة للكل أو أوف سيزون، يمكن بس كرة السلة رجال هم لسه يعني مواصلين في الموسم ولسه يعني منافسات طبعا بطولة البال أو بطولة أفريقيا لكرة السلة طبعا اللي مقامة حاليا في رواندا. يمكن خليني أقول لكم إنه ما زال يعني البعثة فريق النادي الأهلي وطبعا يعني معاهم المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا رئيس للبعثة حاليا، يعني طبعا كلهم متواجدين في رواندا. ويمكن اول مباراه كانت بالنسبه لفريق النادي الاهلي كانت في الربع النهائي من البطوله، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي وتاهله طبعا لمباراه السيمي فاينل امام نادي ريج الرواندي اللي انتهت اكيد بفوز فريقنا بنتيجه 94-77. ويمكن بعد المباراه دي طبعا النادي الاهلي رسميا يعني بشكل رسمي هيكون في مباراه النصف النهائي واللي هتكون النهارده ان شاء الله طبعا امام نادي استاد مالي، واللي هتقام في تمام الساعه 9:30 مساء على استاد او ملعب كيجالي ارينا في رواندا. خليني اقول لكم ان الفريق يعني من بعد يوم الاحد او يوم السبت عفوا اخر مباراه بالنسبه لفريق النادي الاهلي، الفريق واصل تدريباته بشكل طبيعي كل يوم على نفس الملعب كيجالي ارينا طبعا اللي عليه كل المباريات بالنسبه لبطوله البال او السوبر او الدوري الافريقي لكره السله البال. طبعا يمكن الفريق كان بيواصل تدريباته امبارح، يعني انها تدريباته امبارح بالليل على نفس الملعب، ويمكن من خلال يعني طبعا التدريب يمكن مستر اجاستي بوش اجتمع مع جميع لاعبي النادي الاهلي قبل وبعد التمرين واتكلم معاهم يعني في يعني عن اهميه او ضروره طبعا الفوز بمباراه اليوم، ويعني طبعا ان هم يحققوا انجاز كبير بتاهلهم اكيد للمباراه النهائيه من بطوله البال هتكون ان شاء الله يوم السبت المقبل، ويعني بنسبه كبيره خلينا نقول بنسبه 90% ان شاء الله نادي الاهلي يواجه فيها نادي بيترو دي لواندا الانجولي طبعا في المباراه النهائيه، ويمكن سبقوا نادي الاهلي اكيد يعني واجهه هنا في التصفيات او المنافسات بمجموعه النيل اللي شارك فيها نادي الاهلي طبعا واللي كانت يعني مقامه على صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينه السادس من اكتوبر، وشفنا مباراه ساعتها كانت قويه جدا بالنسبه لنادي الاهلي وفريق بيترو دي لواندا الانجولي، ولكن يعني طبعا شفنا في الاخر اخر 3 ثواني انتهت بفوز فريق بيترو دي لواندا بفارق نقطه واحده بس عن فريق النادي الاهلي، فهي مباراه في غايه الصعوبه في غايه يعني طبعا الاهميه ان هم النهارده الفريق يفوز ويتاهل للمباراه النهائيه اكيد امام بترول دي لواندا بنسبه كبيره ان شاء الله
يوم السبت المقبل. كمان خليني اقول للساده المشاهدين انه يعني بالنسبه لبطوله البال، يمكن بطوله البال او يعني الجميع المسؤولين في بطوله البال اعلنوا يعني انه النادي الاهلي هو الاكثر فعاليه في البطوله، يمكن بنسبه 51%، وفريق بيترو دلواندا بنسبه 48%. وده طبعا يعني بنشوفه اكيد خلال المباريات، مش بس اللي موجوده حاليا في نهائيات في بطوله البال، لكن ده من قبل كده كمان في مجموعه النيل، واكيد مجموعه الصحراء اللي كانت يعني قبل كده اتلعبت هنا في القاهره قبل ما الفريق يسافر لرواندا وطبعا يشارك في نهائيات بطوله البال. ده بالنسبه للفريق الاول لكره السله. طبعا خليني بقى اتكلم شويه عن يعني نجوم النادي الاهلي في لعبه كره اليد، ويمكن النادي الاهلي وافق على اعاره يعني الكثير من لاعبي النادي الاهلي في كره اليد للكثير من الانديه، يمكن طبعا الظهير الايمن مهاب سعيد وافق النادي الاهلي على اعارته يا كريم ونهواند لشباب الاهلي الاماراتي طبعا في الامارات عشان يشارك اكيد مع الفريق في نهائي كاس رئيس الدوله امام نادي الشارقه، وده هيكون ان شاء الله يوم السبت المقبل. يمكن مهاب امبارح سافر للامارات عشان ينضم وطبعا يشارك مع الفريق في التدريبات الجماعيه، وان شاء الله المباراه دي هتكون بالنسبه له يوم السبت المقبل مع فريق الاهلي الاماراتي. كمان يعني ثنائي النادي الاهلي احمد عادل وعبد الرحمن فيصل، النادي الاهلي وافق على اعاره الثنائي يعني على سبيل الاعاره لنادي العربي القطري، ويمكن يعني سافر الثنائي يعني منذ يعني بعض ايام لقطر عشان طبعا يشاركوا مع الفريق. يمكن اول مباراه كانت بالنسبه للثنائي كان امبارح امام العربي يعني الضحيل، وهو يعني حامل اللقب وايضا بطل الدوري، ولكن يعني بمشاركه الثنائي وان هم حققوا يعني ارقام يعني كويسه جدا طبعا في المباراه. يمكن احمد عادل يعني سجل 9 اهداف، وعبد الرحمن فيصل سجل 4 اهداف وكمان 4 اسيست وثلاثه بلوك، يعني ارقام طبعا كالعادة متعودين منها من ثنائي النادي الأهلي، بنشوفها طبعا في مباراة أمس، ويمكن ده اللي قاد بالثنائي الفريق للتأهل طبعا للمربع الذهبي بالنسبة لفريق العربي القطري. يمكن فازوا امبارح على الضحيل بنتيجة 18-11، وإن شاء الله يعني ده كان يعني أكيد في كأس الأمير اللي مقام في قطر. بعد كده إن شاء الله بالنسبة لعبد الرحمن فيصل بعد يعني ما يخلص مهمته مع فريق العربي القطري هيسافر على طول للرياض عشان يشارك مع فريق مدر السعودي، واللي برضو يعني اكيد النادي الاهلي وافق على اعارته لفريق مدر السعودي عشان يشارك مع الفريق في كاس النخبه، وده اللي هيقام ان شاء الله في الرياض، وده يمكن ده ان شاء الله هيبتدي على طول بعد ما عبد الرحمن فيصل يعني ينهي مهمته اكيد مع فريق القطر. يمكن دي يا كريم ونهواند كانت كل يعني اخبارنا النهارده متعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاكم لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو طبعا الكلمه ليك يا كريم، تفضل. بشكرك شكر جزيل زميلتنا العزيزة سالة حامد، وطبعا الكادر اللي احنا تابعناه من يعني من خلال التغطية دي كادر حلو جدا. طبعا سالة الجميلة محلية الكادر، واكيد اللي محليه اكتر واكتر الكؤوس الجميلة اللي كل كاس منهم على حدة جه نتيجة مشوار طويل ورا منه جماهير عظيمة، واللي احنا شفناه ده ايه ده ما تيسر من الكؤوس يا حضرات، دي زاوية واحدة ده دولاب صغير بالظبط كده يا رب يزيدهم دايما يا رب. اللهم امين. بشكرك جدا زميلتنا اكيد العزيزة جدا سالة حامد.